منذ الطفولة لما حفظت قول الله تبارك وتعالى اقرأ اسم ربك الذي خلق، كانت القراءة تعني لي الروحانية، تعني الإيمان، استمتاع حقيقي. التجارب والدروس اللي فعلا مرينا بها في الحياة ما حنقدر نوصل لها من غير القراءة بصفة عامة، تعني تذكر الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا ورزقنا وعلمنا أن نقرأ وأن نتعقل وأن نتفهم. علشان أفهم، علشان أعرف، أحاور. أنا أقرأ لأنه جو القراءة يعني دخلني كده عالم ما ألاقيه إلا هناك. لا غرابة أن يكون الأمر بالقراءة في الإسلام سابقا لكل شيء، يعني حينما واجه النبي جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم كان أول أمر في القرآن الكريم هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. بصراحة إنه stress relieving بالنسبة لي، وعي وثقافة وتجدد واطلاع. الكتاب بيوصل لك مشاعر وأفكار ما يوصلها الفيلم. There is a problem when you want to read from a textbook. أفضل تقيل عبال ما أشيله. كنت مستحيل إنك أنت تقنعني إني أنا أبغى أقرأ من هاريسون. دحين أنا مثلاً عندي هاريسون في الآيفون ودائماً أقرأ منه. ممكن يكون كتب صوتية، أنا ما حبيت الكتب الصوتية، بس خلاص على الآيباد ما عاد يمسك كتب ورقية. يعني وجوده كده الكتاب على الرف بالنسبة لي مريح نفسياً، إنه موجود وفي المعلومة اللي أباها متى ما أباها أرجع لها. الحوار ما هو على الكتاب نفسه، على كيف يمس موضوع الكتاب أو جزئية من الكتاب حياتك. لو معرفة ثقافات الشعوب وميولهم بالقراءة والمراجع المختلفة فيها، الكتاب مرافق معك في أماكن كثيرة من حياتك وأوقات كثيرة من حياتك. أكثر شيء خلاني أحس أني أبغى أقرأ أو أنه لازم أقرأ وأنه إنها نعمة كده بضيعها في ولا شيء، لما كنت أشوف نظرة الحسرة في عيون أمي عشان هي ما تقرأ وما تكتب. فالكل بيقرأ وهي الوحيدة اللي ما هي عارفة what's going on، فبدأت أستحي. بقدر ما نقرأ، بقدر ما نعيش، بقدر ما نشعر بأننا نتجدد يوميا. إذا كانت أيامنا متشابهة أمس كاليوم كغد، مع ذلك تصبح الحياة مملة. لكن حينما نشعر بأننا نقرأ معناه أننا نضيف إلى الحياة كل يوم بعداً جديداً. الكتب هذه والقراءة هي فعلاً يعني نافذة لعقول الناس هذول، حتى لو ما هم من العلماء. فكل ما كانت القراءة أكثر، كل ما تشوف دروس من بعض الكتب هذه، حتى لو شيء الكتاب ما له علاقة بالموقف اللي أنا مريت فيه، بس أجد أنه ينطبق عليها في مواقف معينة. وأحسن مثال للموضوع ده هو سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن حقيقة هي نظرة غيرة دائماً لما تشوف هذول اللي يقرأوا بنهم في الدول الأوروبية أو أمريكا الشمالية. مرة قابلت واحدة في قطار ووقفتها وسألت إيش الكتاب اللي تقرأه وإذا حلو لا، عشان لفت نظري اسم الكتاب. كانت بشكلها كان ملفت بشكل مو طبيعي، كانت منسجمة في الكتاب اللي هي بتقرأ بشكل هي كأنها يعني كأنها separated عن العالم اللي حولينا، ولا هي داري أصلاً عن الترين ولا عن إيش ساير من كتب. هي كانت مرة مرة مشدودة في الكتاب. المفروض إنه الباب يكون مفتوح، ما في شيء يكون حكر لأحد على أحد، ويكون في مجال للجميع إنه يطلع على الموجود. بس طبعاً منطقي إنه يكون في تدريج، جزء من حياته، وذر هي يومية أو أسبوعية. أنا ما أحكم على إنسان مثلاً إنه ده قارئ عشان يقرأ كل يوم. لا تسأل أحد إيش أقرأ، أنت أجلس مع نفسك وفكر أنا إيش أحب. طب أنا أحب التصوير، حبدأ أقرأ في التصوير. أنا أحب الرحلات، حبدأ أقرأ عن الرحلات. خليهم يقرأوا أشياء خاطئة عشان يعرفوا يميزوا الخطأ من الصح. لما هو ما يقرأ إلا الصح حيجي في حياته، لأن الحياة مليانة أشياء خطأ، يعني واقع الحياة. فدائما مفيد انه يكون في شخص تثق فيه، يعني رجوع على مستوى من العلم والمعرفه، انه ممكن يوجه خصوصا الشباب اللي في المراحل الاولى. بادره مننا انه نسوي ملتقى جد القرائي للطفل. هذا الملتقى هدفه وشعاره انه احنا نبغى نخلق جو القراءه متعه ومرح. ابدا رجاء باصغر كتاب ممكن انك تحبه. حاول اذا قرات
إنك تقرأ لوقت معين وتنتهي، حاول إنك تقرأ وإنت مستمتع. إذا قرأت حاول تحدث الناس باللي قرأته، هتلاقي متعة كبيرة للقراءة، وإذا مسكت معاك القراءة حيكون حب لا ينتهي. إذا قري نص ساعة في اليوم على مدة 5 سنوات هذه 900 ساعة في مجال معين أيا كان المجال اللي يناسبه، والجميع متفقين إنه 900 ساعة في مجال معين هذه تؤهل الواحد إنه يكون مرجع في المكان هذا ومرجع في العلم هذا. مرحلة طويلة جدا نقطعها من خلال صحبة الكتاب.